يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفخر هل هو جائز استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، حين قال الصحابة إنه رجل يحب الفخر؟ هذا من باب التأليف يا أخي، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التأليف. أبو سفيان زعيم قريش، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتألف بهذا. نعم.